فبهالمشروع احنا قدرنا نضيف اشياء حق نفسنا، ونقدر ان شاء الله في المستقبل نفيد العالم. وثاني شيء بيكون يعني مثلا يعني ايش اقول لك، ان احنا نرفع مستوى مدرستنا. وثالث شيء اللي هو الاهم، ان احنا نرفع مستوى دولتنا. رؤية جمعت نخبة من علماء المستقبل وضمتهم في مصنع العلماء بمشروع البيرق لتنمية تلك المواهب الشابة وتعريفهم بالعلوم وتوعيتهم بأهمية مجالاته. البيرق، لماذا البيرق؟ فريق من قطر يونيفرسيتي، من جامعة قطر، يقوم بالتعاون من مركز سنتر فور أدفانس ماتيريال، مركز المواد المتقدمة، بالتعاون مع العديد من الكليات والأقسام داخل جامعة قطر، وتأخذ معلومات وأفكار جديدة، وتعرف مثلا على ناس وعلى مدرسين وعلى ناس خارج المدرسة ومن جامعة قطر. وللحديث عن الناتج، فهو صناعة الأدوات الرياضية بمواد بسيطة دون المساس بجودتها. صراحة حبيت الفيزيكس، قبل ما كنت أحب الفيزيكس صراحة، يعني صريحة وياكم ما كنت أحب الفيزيكس أبدا، بس لما طبقتها يعني عملي وأنا جبت القانون من عندي كان شيء فظيع ورائع. قمت كل ما أحل الفيزيكس أتخيل شنو ممكن أطبق عليه. الستودنتس ار اندبندنت، يشتغلون بنفسهم بعد ما نشرح لهم الطرق والوسائل الآمنة طبعا في المعمل. انت لما تشوف شيء، يعني مثلا لما تشوف هالكوره زين، يجي في بالك ان انت تصنع شيء على هالكوره؟ زين، الحين احنا من هالمشروع انا اقدر اصنع الكوره اخليها تقدر يعني مثلا احذفها ترتاح. هاي مجموعه الطلاب المشاركين تطورت مهاراتهم البحثية، وعندنا حماس مميز من جميع الطلاب، وحضورهم حتى بعد الساعة واحدة، بعد الساعة اثنتين، بعد الدوام المدرسي يقومون بإنهاء بحثهم. كان الدعم من قبل ذوي الاختصاص دافعا لهم، فصنعوا وأبدعوا حتى بان مقدار التحدي بين الفرق حتى وإن جمعهم الفصل نفسه. في تنافس كبير بيننا احنا كلنا كطلاب، يعني احنا شباب في نفس المدرسه تحت سقف واحد، احنا قاعدين نشوفهم ايش يسوون وهم قاعدين يشوفون احنا ايش نسوي، واحنا قاعدين بعد نفس الشيء قاعدين نحاول ان احنا نبرع في المجال اللي فيه، فما بالك اذا احنا شفنا مدارس ثانيه. لم تقتصر المشاركه عند هذا الحد، فقد ضم مسار العلوم في الرياضه تحديات في مجالات شتى اجتماعيا وترويجيا، فكان لابد من تحضير جيد لطريقة العرض وشرحه، والتي لم تكن أقل كفاءة عن الطريقة العلمية لأدائهم. وفي اليوم المشهود تجهزت الفرق واستعدت لعرض منتجاتهم أمام لجنة تحكيم مختصة، وكلهم يهدفون لحمل عصا البيرق هذا الموسم. So I'm very proud to be here and I'm very happy from the outcome and all the students were amazing and you know I hope this this initiative with Qatar Academy and I mean Qatar University and the Center of Applied Materials. لما رميتها كنت أقول بسم الله بسم الله بسم الله، لأن كنت أدري إنها بتنحرف عن طريقها، لأن كنا نسوي لها رولينج على كاربت، مو بنفس أمس، أمس سوينا لها رولينج على بلاط، نزل لهم كلهم الاثنتين، يعني it was almost a strike. We found that every pawn had different response. The difference between elastic and elastic deformation is elastic deformation is able to be prepared in contrast. Just I want to take it into account, I don't just take it into account that we need to account for hitting the ball hard from 140 yards or more. تجارب ممتازة جدا، الأوتكم وايز ممتاز، أنا عجبت صراحة فيهم كلهم، صراحة عجبت في النتائج كلها ممتازة، ولكن بما اني جولف تعاطفت مع الجولف مع جاسم بن حمد اعتقد، لكن ما كان فكر بس مجرد تعاطف، لكن ما اخذت الدرجه الكامله من عندي.
الكاميرا راحت الاوتكم الكامل. عجبتني الكوره ناخذها ونسوي عليها احنا بنحاول احنا صراحه نعطيها للخبراء ونرويهم ونفتخر فيها ان مدرسه سوت عندنا تجربه هذه تجربه مبدئيه والله بناخذها ونفتخر فيها. You know, bringing high school students and creating these programs to kind of bring them into, you know, university and get them thinking about you know, science and technology and you know, getting them interested at that age, and this is truly a great initiative. So thank you for the invitation. الحمد لله فزنا بالبرودكت فزنا بالبيرق حامل البيرق. And the first winner is future engineers from future engineers.